صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الفرحة، صباح الزغاريت، صباح النجاح، صباح كل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة. النهاردة أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 31 يوليو 2023. يا رب يوم كل خير وبركة وصحة وسعادة وزغاريت وأفراح وكل حاجة حلوة. النهاردة يبقى يوم مختلف، يوم مبهج في كل البيوت. صباح الفل. صباح الفل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. صباح الفل. مبسوطه؟ لا معلش، يعني مبسوطه، يعني مفيش حاجه تضحك. مبسوطه من ايه بالظبط؟ يعني هو اي كلام وخلاص؟ لا هو يعني ايه اللي بسط حضرتك؟ بقول لك ايه، انا هقول كل حاجه، خلينا ساكتين. صباح الخير، صباح السعاده، صباح الابتسامه، صباحكم كده يا رب كل رزق وعافيه وراحه بال، كل الحاجات الحلوه وامنياتنا الجميله على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. والكل بيت كان في حد بيمتحن ثانويه عامه وكان قاعد على اعصابه كده يعني طول الوقت اللي فات. ربنا بيفرح، ربنا ما بيضيعش تعب حد. احنا النهارده معاكم بنبارك لكل الناس، وهقول بقى زي ما اسحاق قال وعشان ما يقولش بتاخدي مني الكلام، لكن فعلا صباح الفرحه والزغاريت والرضا والتعويضات وكل حاجه حلوه. واحنا معاكم عشان نسمع بقى الزغاريت في التليفون، يعني اللي يلحق يجيب النتيجه، لان في شباب كتير اللي لحقوا جابوها ازاي ما تسالنيش، مالناش دعوه بقى. في النتيجه الرسميه هتبان أيوة. النهارده الساعه 12 الظهر. أيوة. وامبارح تم الاعلان عن الاوائل، وفي يعني شباب تفرح وزي الفل، بس انا عايز كل واحد يفرح، كل اللي نجح يفرح. قلنا قبل كده 100 مره ان النجاح هو مجموع خبرات ومجموع تعب وشقى سنين ملوش علاقه بالمجموع بتاع الثانويه العامه، فعايزين كلنا نزغرط ونفرح وننبسط ومحدش يضايق اولاده النهارده. ارجوكم، اللي جاب 50 اللي جاب 70 كله حلو وكله زي الفل، فان شاء الله يبقى يوم جميل علينا كلنا. والنهارده وبكره معاكم بقى نسمع، ما سمعناش الزغاريت النهارده، متعشمين في حلقه بكره نسمع. كمان النهارده يوم مفرح، عايز اقول لقداسه البابا تودروس الثاني كل سنه وقداستك طيب وبالف خير. النهارده العيد ال 35 للراهب ثيودور الانبا بيشوي اللي هو فيما بعد قداسه البابا تودروس الثاني. 35 سنه رهبنه، 35 سنه من حياه الرهبنه وحياه التقوى وحياه الصلاه الدائمة. قداسة البابا كان يصلي سنين طويلة وهو في الرهبنة من أجل خلاص نفسه، ما كانش مسؤول سيدنا غير عن نفسه، ثم صار أسقفا مسؤول عن آلاف الناس، ثم صار بطريركا مسؤول عن الملايين، يصلي من أجل الملايين. الله اختاره من ألاية صغيرة بيصلي فيها من أجل خلاص نفسه، ثم من أجل خلاص الألاف، وأخيرا من أجل صلاة الملايين. ربنا ينفعنا بصلوات قداسة البابا اللي أكيد بيصلي طول الوقت ورافع ايديه طول الوقت ومستوعب مشاكلنا ومتاعبنا وحاجاتنا الكتير ومطالبنا الكتير. نقول له سيدنا عقبال عيد الرهبانة 135، ربنا يخليك للكنيسة كلها، ربنا يعني يفرح قلبك بنجاحات الكنيسة في كل مكان في العالم. كل سنة وقداستك طيب وبألف خير. هشارك استحياء وشارك كل الناس وبكل محبتنا الكبيرة لقداستك سيدنا، نقول لك كل سنة وقداستك طيب. ده عيد ومناسبة جميلة جدا، وإحنا فيها يعني بننتهز الفرصة نقول لك قد إيه إحنا بنحبك وبنصلي لك وبنقول لك ربنا يعينك على خدمتك وعلى شيلتك ويديمك لينا سنين كتير جدا على كرسيك. وفي الآخر لازم نبقى عارفين إنه الرهبنة دعوة، الأسقفية دعوة، المسؤولية اللي شالها قداسة البابا لما ربنا اختاره بعناية هي كمان دعوة، لكن لازم نبقى عارفين أنها حمل تقيل جدا، محتاج أن كلنا نتشارك ونرفع قلوبنا ونقول لسيدنا ربنا يديك الصحة، ربنا يديك طولة العمر، ربنا يعينك على الخدمة وعلى المشاكل وعلى الحمل اللي قداستك شايل، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. هتكلمينا عن ايه النهارده؟ طبخنا ايه النهارده في الاكل؟ خالكو ايه ده؟ انا طبخالكو حته طبخه، حته موضوع، حته طبخه، حته موضوع كده. حاسه ان انا بتذوق وانا بقول يعني، بس بجد حاجه كبيره قوي. هو النهارده الاحتفال برضو، وهي كلها النهارده احتفالات يا رب، الاحتفال باليوم العالمي للصداقه. يا ساتر، انا وانت رمز للصداقه. يا ساتر يا ساتر يا رب، ده رمز سيء. انا ليه بس كده؟ احنا النهارده هنحتفل معاكم باليوم العالمي للصداقه. الصداقه دي كلمه كبيره قوي ومفهوم كبير جدا، ويمكن كده في النص الاجيال ما لحقتش تعرف او تتعلم يعني ايه الصداقه، فبقينا كل حد نتصاحب عليه فيقول لك ده صاحبي ويختلط صديق.
مفهوم يختلط مفهوم الزميل بالصاحب بالصديق. لكن هي كل حاجة ليها مفهوم. نتكلم معاكم، لكن عايزة بس أقول إنه اللي هيتصل بينا النهاردة يا ريت اعتبروه بتكتبوا بوست على الفيسبوك مجاملة، كأنك بتعمل منشن كده. اعمل منشن لأقرب صديق أثر فيك وفي حياتك، بترتاح معاه، بتتكلم معاه، بتلاقي نفسك معاه، نفسك النهاردة تقول له كلمة كويسة. فهنستنى تليفوناتكم تعبروا عن محبتكم لأصدقائكم. يعني ممكن حد يتصل بينا النهاردة يقول لنا ده الصديق اللي أنا طلعت بيه من ده صديق العمر. عارفين صديق العمر هو الصديق اللي طلعت بيه من العمر كله. هو ينفع يبقى اكتر من صديق صح؟ بس هما مش بالعدد. ينفع يبقى اكتر من ينفع. صديق انا طبعا. رايي ان هو ينفع طبعا ينفع بس ما انا بقول، بس هي مش بالعدد. يعني الناس اللي بتفضل تقول ايه الشله بتاعتي، هي مش انا شخصيا بالشلة. عندي اكتر من صديق. حلو. بس ما انا بقولك في الاجيال الجديده بتحسبها بشلتي. هي مش بالشله. لا مش بالشله، احنا شله كبيره. ما الشله دي ممكن لا، ما هي مفهوم الشله هيبقى بالنسبه حتى للشباب اللي لسه داخلين الجامعه، تلاقيهم في الاول في سنه اولى شله كبيره قوي، في ثانيه تفضل تقل، في ثالثه في رابعه بقوا اربعه او ثلاثه. صح هي بتبقى كده. كلنا كده، مفيش حد محدش دخل الجامعه فكان عنده شله فيها 20 فلما خرج من الجامعه بقوا ال 20. ما حصلتش ليه؟ لان هي بنقعد ننتقي، ومش بننقي بس، يعني بتحصل مواقف بينا بعد ما كنا كتير قوي. فمع المواقف دي بنبتدي نشوف انه ده متوافق معايا، ده ينفع يبقى صديقي، ده معلش لازم اتعامل معاه في حدود، ده ما ينفعش خالص ان انا اتعامل معاه. فبتبتدي عارف اللي هي بتعمل تصفيه كده، بتغربل ومن غير ما تقصد. يعني الغربله دي ما بنبقاش قاصدينها، بس هي المواقف بتفرض نفسها علينا. وزي ما اسحاق قال كده، لغايه لما بنيجي نتخرج مثلا تلاقي نفسك طلعت في الاخر كده باثنين ثلاثه اربعه بالكثير، هم دول اصدقائك. والشاطر اللي يعرف يحافظ على الصداقات دي وتكمل معاه كمان بعد ما يتخرج. عارفه يعني برضو حته ان احنا نتكلم كل يوم وكده، مش يعني بالنسبه للاصدقاء يعني مش شرط قوي. يعني في ناس بنكلمها على فترات متباعده بس هم اصدقاء جدا، ومفيش موقف صعب او موقف او يعني قرار باخده في حياتي من اول بتشتري حاجه لحد ما قرارات الكبيره جدا الا وهتلاقي نفسك ترفع سماعة التليفون وتكلمه، حتى لو هو عايش في قارة تانية أو في بلد تانية. في الصديق اللي هو بتاع اللي هو كل يوم معاك بقى، في اللي هو في كل مشاويرك، في كل شغلك، في كل حاجة، في كل مضايقتك، في كل الحاجات الحلوة اللي بتقابلنا. أنا يعني محظوظ إن أنا عندي ده وده وده وده، عندي هو كتير. هو شاور عليا بس إيه، هو كان يقصد ده؟ لا بشاور على الكنبة. لسه هقول للناس بأمانة اهو. لا صدقني الكنبة كبيرة. بص له كده وهو بيعمل ده، هو أتاريه على الحتة الفاضية اللي هناك. هقول لك على حاجة، دي أنا بقول ده وده وده، ده تعني الكنبة، استني تعني الباب. تعني البلكونه، فانت ما تلفهاش كلها وتروح خالص خالص. ما انا لسه كنت هلفها شاور هنا، كنت هقول ده وده وده عشان انا عاجبني فيكي. عارفه ايه بجد؟ روحك الرياضيه. لا خالص انا عارفه بجد. ليه طيب يعني ليه نفترض حاجه مش حقيقه؟ برافو عليك. خالص لا ما تقلقش. برافو عليك. انا فالصديق انا بشوف محظوظ اللي عنده اصدقاء. طبعا في اصدقاء بيتصلوا بينا، انا يعني مش بميل للفكره دي لان سمعتها قبل كده هبه، اللي هو ايه مفيش صاحب يتصاحب. عارفه في كان في غنو بتقول كده او حاجه كده، اللي هو مفيش صاحب يتصاحب، مفيش صديق صاحب ربنا صادق يعني ونعمه بالله. لا في يا جماعه حلو الكلام فيه بس فيه لا في اصدقاء لا في ناس حلوه في الدنيا مليانه ناس، الدنيا مليانه ناس عشره حلوة. عمر وسنين بتبقى عارف اللي هي تعدي السنين والناس دي ما بتتغيرش، هي معدنها كده ذهب ما بيتغيرش مهما عدت عليها السنين. اللي ما عندوش صديق ناقصه حته، هو بقى يعترف ان ناقصه حته ماشي، ما يعترفش دي قصته. بس بيبقى في سبب ان الواحد ما عندوش صديق. يعني هقول لكم حاجه عشان تخلوا بالكم منها وانتوا بتربوا ولادكم. ده بتكلم بقى ايه، احنا ما بنطلع بدروس في الحياه طول الوقت. الولاد بقى تيجي في سن معينه تيجي تقول لك بيشتكي من الوحده، انه ما عندوش اصدقاء. ليه ما حدش بيقعد معايا؟ ليه ما حدش بيحبني؟ ليه ما عنديش اصدقاء؟ لو احنا اعتبرنا ان ده كلام عيال خلاص بيكبروا على كده، غير لما انت تعلمهم انه لازم يكون كائن اجتماعي ويعرف الناس، وبالتالي الخبرات والتجارب هتخليه وما اقولوش ايه عادي على فكره انت اللي صح وكل الناس غلط. انا مش مع الفكره دي، فكره ان الناس كلها غلط وانا اللي برنس. انا بشوفها فكرة منقوصة، فكرة غلط عن نفسي أصلا، مش عشان حد. لا لو أنا ماليش أي صديق ولا صاحب، إلا طبعا اللي هو بحكم الظروف، في ناس كتيرة بتتغرب بدري، عايشة في مدن بعيدة جدا بدري. لكن أنا بتكلم على 95% مجمل الناس، لكن مش بتكلم مثلا على 5% عندهم ظروف قهرية
ما بتسمحش ان هم يلاقوا ناس اصلا. بس يعني ال5% دول لما بيجوا حد فيهم ينزل اجازه في مصر كده، اول حاجه بيفكر فيها جنب عيلته لما بينزل يزورها، حتى ولو كان غاب سنين، يدور على اصحابه القدام. أي. زي ما بيدور على بيته القديم، زي ما بيدور على الحاجات اللي فيها كده الحقيقه، لانه بعد كده بيبقى في حاجات فيك كده مزيفه في حياتنا. هقول لك، مش عارفه اقولها لا، بس يعني اوقات في اصدقاء صدقيني حتى اللي بيفرق ما بيننا بلاد كتيره جدا، انا بعرفه زي ان هو لازال بيكن ليا نفس الحب، لما يبقى فيه خبر هو مش عايز يقوله لناس كتير، مش عايز يقوله، تمام؟ يعني هو بس هو مثلا ومراته في الدايره القريبه واثنين ثلاثه، ولاقيه مصر ان هو يقوله لي، حتى لو اتصل مع والاختلاف الاوقات، الاقيه بعت لي رساله صوتيه بيقول لي حصل كذا، حصل مثلا حد كان مراته مش حامل بقالها سنين طويله وربنا اداهم زي قائمه التليفون كده او الصور، لما بيبقى عندك حته في الفيفوريت اللي انت حاطط عليها القلب دي، الحاجات المهمه. كل الصور حلوه بس دول المفضلين. اوتوماتيك الاقي نفسي يعني فرحان اكتر، يعني ببقى فرحان اكتر مع حاجه تفرحني انا بشكل شخصي، وممكن الدموع تسبق فكره البتاع، يعني فكره ان انا اسمع، رغم ان انا مش كده بس ممكن يحصل كده. اقصد اقول انت ممكن عينيك تدمع شفاف، مش قوي بس بس ممكن. لا لا مش مقتنعه. طب استنى لازم اشوف بنفسي الحته دي. شوف بقى، نصبح على صديقنا لانه واضح انه ممكن يقطع صداقته بينا. استاذ عزه صباح الفل. صباح الخير يا استاذة هبة. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. أبدأ كلامي بقول للبابا توادرس، ربنا يديم كهنوتك ويديك الصحة. أمين. ويعافيك ويشفيك من أي مرض إن كان. أمين. ويديم كهنوتك لنا سنين طويلة وأزمنة عدة، وربنا يديك الصحة يا سيدنا. أمين يا بص يا بص يا أستاذ إسحاق، الصديق الصح اللي يمشي معاك في الخير ويرشدك لو انت وقعت او غلطت. صحيح. الصديق الصح بالنسبه ليا صداقه عمري، الله يشفيه الله يشفيه الله يشفيه ويديله الصحه يا رب. هو دلوقتي في وعكه صحيه جامده، وانا من منبركم بوجه ليه الشتاء وبطلب من ربنا ان يعافيه يا رب. هو بطل رجليه الاثنين بسبب السكر، وانا مش عارف اشوفه بصراحه. قول لنا اسمه. طيب هتقول اسمه ولا مش عاوز؟ اسمه احمد. ربنا يشفيه. احمد احمد شعراوي. انتوا بقالكم اصدقاء بقالكم قد ايه يا استاذ عز؟ داخل النهارده في حوالي 50 سنه اهو. ربنا ربنا يديم يديم عليكم صداقتكم، والحياه مليانه تجارب. صدقيني يا استاذه هبه، صدقيني يا استاذه هبه، الراجل ده انا عرفته ايام ما كنت شغال في المنطقه بتاعتهم في الشرابيه. ايوه. وقعدت كتير جدا رايح جاي عليه، ودخل بيتي ودخلت بيته، وبقت في علاقه حميمه. متواصلين يعني. وانسان وانسان محترم، وشفت منه كل اخلاق طيبه. ربنا يعوضه خير. أمين. ربنا يا ربنا يشفيه. بس الناس اللي بتبقى في تجربه كده بقى، هي ده الوقت اللي بتحتاج فيه الناس القريبين منها واصدقائها في السؤال والدعم والحاجات دي، فكونوا جنب بعض. كل يعني كل يومين ثلاثه، كل اسبوع بتصل عليه، ما برتاحش الا لما اسمع صوته. جميل جميل. امين يا رب. واحب بحب اطمن عليه، وكذا مره اقول له انا عايز اجي لك يا احمد. فبيقول لي معلش يا عزت، ده انا قاعد في مكان عند جوز بنتي، فمعلش الظروف. كفايه يعني سؤالك بالتليفون يفرق معايا. ربنا يديم محبتكم وصداقتكم، وبين في كلام حضرتك المشاعر اللي كلها محبه. ربنا يديم ويخلي الناس كلها كده يا رب، المحبه الصادقه. يعني بشكر حضرتك جدا استاذ عزت، باين في كلام استاذ عزت قد ايه هو بيحب استاذ متاثر وزعلان علشانه. متاثر قد ايه، حاسه ان هو حد حاجه جميله. يعني هو الصديق بقى اللي هو تلاقيه الاكثر اللي يحس بيك وقت الشده اكتر من وقت الفرح. طبعا. يعني بنحتاج ناس تشاركنا فرحتنا، ايوه، بس الصاحب اللي بجد هو اللي تلاقيه وقت ازمتك ووقت وجعك. ليه بقى؟ لانه ده اكتر وقت انت بتقعد تفكر اتصل بمين، يعني اقول لمين الحقني،
مش دايما بنعرف نكلم، او غالبا ما بنعرفش نطلب من حد واحنا تعبانين او متضايقين او في موقف صعب تتصل باي حد غير القريب منك. فصدقوني احيانا بيبقى حد من اصدقائنا او حبايبنا قريب مننا اكتر ما يبقى اخ او حد من دمنا ولا ابن خاله ولا ابن عم. تلاقي نفسك بتتصل بحد من اصدقائك تقول له الحقني، فلو الليل ونص الليل الفجر تلاقيه ساب كل حاجه في ايده ونط كده من سريره وجالك جري عشان يلحقك ويفضل جنبك كده وفي ظهرك. واحيانا تبقى حاجه بسيطه، يعني ان صح ان انا اقول تبقى حاجه عبيطه، لكن لانه هو حافظك وحافظ طباعك فعارف ان الحاجه دي فارقه معاك، فتلاقيه برده جالك وما بتفرقش معاه غير ما يسيبكش كده غير وانت تمام جدا زي ما بيقول. نشوف استاذ يحيى. يلا يا استاذ يحيى. صباح الفل. صباح النور، صباح الصداقه عليكم. صباح الفل. الله يخليك. الحمد لله. بص يا استاذ حق، الصداقه بتاعت جايه من كلمه صدق. طبعا اهم حاجه في الصداقه الصدق والثقه والاحترام. الصدق والثقه في الاحترام، ايوه دي اهم حاجه في الصداقه. حلو قوي. انا ليا ثلاث اصدقاء، دول اصدقاء عمري حياتي كلها من 40 50 سنه. قول لنا اسمائهم عشان نصبح عليهم بقى وتقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الصداقه. هم سافروا السما حقيقه يعني كلهم. ربنا يرحمهم. نبيل نصيف ومكاريو الثابت وصفوت حن الله، ربنا يرحمهم. طب قول لنا، طيب اثروا في حياتك ازاي يا استاذ يحيى؟ ده كنا مع بعض على النهار مع بعض، فسح مع بعض، نصيف مع بعض، رايحين عند بعض، ننام عند بعض، ناكل نشرب بنذاكر مع بعض. الله. كانت صداقة ما فيش بعد كده، بيسموها الصداقة اللي في الزمن الجميل. الله. مش دلوقتي ليها يعني دلوقتي حاجة ثانية خالص. شكرا لحضرتك، ولكن أنا عايز أقول لازال في صداقة. أنا يعني دايما عايز أصدر فكرة أني أرجوكم بلاش نقول أني كان فيه خلص، ما كانش فيه خلص ولا حاجة، لازال الناس الحلوة لازالت موجودة. يجوز يكون عندنا ديفو في الاختيارات، عيب في الاختيار، ويجوز أن أنا بتخم في حد واثنين وثلاثة، بس مش يعني مش معقول الناس كلها فيها ديفوهات، يعني كلنا فينا ديفوهات، بس يعني مش معقول أن كل الناس ما ينفعش يبقى نلاقي منهم صديق يصادقني زي ما حضرتك قلت. حاجة جميلة فكرة الصداقة، ومبسوط جدا أن اللي بيتصلوا بيقولوا أسامي الناس أصدقائهم. أيوة كملوا بقى، واللي يكلمنا يقول لنا اسم الصديق اللي طلع بيه من الدنيا واللي أثر فيه، وانا برضو هعمل زي الناس بس مش هقول اسماء. أسامي؟ لا مش لا قولي اسامي. لا مفيش مشكلة عشان نزعل الباقيين. مش هقول مريم. طب كام صديقة؟ ايه؟ كام صديقة؟ اتنين. اتنين؟ لا تلات بنات. تلات بنات. اشمعنى قلتي تلات بنات؟ يعني ليه ما قلتيش تلاتة وخلاص؟ عشان اقول تلات بنات. ما ينفعش يبقى صديق. لا ينفع. ينفع؟ ينفع وعندي. بس انا بحدد البنات ان عددهم ثلاثة. الثلاثة دول بقى اللي هما ممكن الثلاثة دول اللي ممكن في اي وقت، اللي هو ممكن مثلا حد عارف ان انا متضايقة شوية او عندي حاجة، فاللي هي الو انا تحت. طب قول لنا ثلاث حروف. ميم ميم نون. ميم ميم نون. مون مون. لا حلو. ماشي. حلو كده. طيب خلاص ماشي. طيب خلاص، هم اكيد لو بيتفرجوا عارفين نفسهم، فانا يعني قلت اشارككم يعني. بس الصداقه دي اللي هي زي ما استاذ يحيى كان بيقول، اللي فيها صدق واللي فيها ثقه واللي فيها احترام، هي دي اللي بتدوم، يعني هي دي اللي تكمل معانا، لان فيها صدق ما فيهاش كذب ولا فيها مصالح. محدش بيصاحب حد عشان هيطلع منه بمصلحه عشان هيعرف يفيده في الحاجه الفلانيه واول ما ياخد مصلحته ما تلاقيهوش. فيها احترام لان مهما اختلفنا مع بعض، وده وارد، احنا بشر ممكن نختلف مع بعض في الراي، فلما نختلف مع بعض يبقى اختلفنا باحترام. محدش بيغلط في التاني، محدش لسانه بيتطاول على التاني. عايزين يا هبه، سوري ان انا بقطعك. لا انا حسيت ان انا قطعتك. بصي عايزين برضو نتكلم، طب ايه الحاجات يعني حتى بعد كده مش لازم دلوقتي، ايه الحاجات بس ناخدها من الناس، ايه الحاجات اللي ممكن نعملها تحافظ على الصداقه؟ يعني فاكره قبل كده اتكلمنا مثلا ان الشراكه ممكن تخسر الصداقه. فهل يعني ممكن مش عارف ايه يعني موضوع الفلوس لو دخل في النص يخسر الناس؟ في البعد عن الحاجات دي هو 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 افضل. يعني مش هتفضل، هي مش مقاس انك تقول 100% هتفشل، لان اثنين اصدقاء يعملوا مشروع. بس لكن بنسبه كبيره لا. موضوع الفلوس، ومن وجهه نظري الاصدقاء القريبين من بعض، هو ما فيش حد هيستحمل يشوف لو هو صداقه بجد انه صديقه ده في ازمه،
فهتلاقوه يجري عليه وعارف انه معهوش فلوس للموقف ده يديله، وهو مش مستني غير لما تقف على رجلك يردله. مش ان احنا بنتشارك وشغل والكلام ده، لا، بس هي الصداقه. انا مش هستحمل صديقي يبقى في محنه وانا عندي ان انا افك ازمته واتاخر عنه. الصداقه ان انت تبقى في وقت تعب او مرض او ظروفك صعبه جدا وتلاقي اللي يدعمك واللي يقف في ظهرك واللي يهتم بيك واللي حياتك فارقه معاه واللي يسندك لغايه لما تتعافى وتقف على رجليك. فدي حاجات برضو من المواقف الصعبه، يعني زي ما حضراتكم بتشاركونا وتقولوا. وهرجع اقول لكم، انا يعني ما اعرفش ده ان صح ولا غلط، ان انا بفضل اقول طب وانا كمان اصدقائي، بس عايز اشارككم ان كلنا كده. يعني في وقت المحنه اللي بتعدي علينا، وانا برضو في وقت محنتي، لا، كان في ناس هم عارفين نفسهم كويس قوي قد ايه كانوا قريبين مني وقد ايه دعموني وكانوا جنبي. فلا، انا لقيت نفسي ان انا ممتنه، عرفت يعني ايه معنى ان يكون عندك في حياتك صديق او شخص قريب. وفي بقى ناس، وجايز انا بقول لكم لو في حد كده يشاركنا، واحد تبقى مراته صاحبته صديقته، يعني لازم عنده اصدقاء تانيين، بس هو علاقته بمراته علاقه صداقه قبل ما تكون جواز. مش عاجبني الكلام بتاعك. انا عاجبني. ماشي خلاص، اوكي. لا، احنا بنقصد الصداقه اللي هي يعني حد مش ممكن ما يكون من خارج نطاق. طب ما في ناس اخواتها اصحابها، يعني في ناس اصدقاء. لا، بص، سري معاه، يعني بص، نادرا ما تلاقي حد سوين. البنات بالذات، استني بس، البنات بالذات تقدر تقول ان في راجل ممكن يحكي كل اسراره لمراته؟ لا، زي ما تحكي لصديقك. لا، صعبه، صح؟ صعبه، صعب. عشان كده بقول ان اللي في حياته لسه قايله الحته دي. ازاي يعني اللي في حياته الحته دي يخرب بيته؟ يعني يقول مش هيخرب بيته. ازاي انت قلت دلوقتي يحكي كل حاجه؟ ايوه تمام. اذا صداقه، ثقه، واحترام وصدق. ايوه، ما هم زي ما هيتوفروا الثلاث حاجات دول في الاصدقاء بره، هيتوفروا بين الواحد ومراته. معلش بص، تسخني الدنيا. لا، انا عارفك بتقعدي بالراحه كده وتجيبي. ما دام في ثقه واحترام وصدق، هينفع ان مراتك تبقى صاحبتك، وانت ينفع ان جوزك يبقى صديق. ماشي، اوكي. ممكن تسال الناس رايهم، ده رايي. لا، انت هتحجر على رايي؟ لا، مش هحجر. خلاص، اسال. طيب بقى انتوني. استاذه حنان، صباح الفل. صباح الخير عليكم. اهلا، اهلا بيك. منورين دايما كده. ده نورك، نورك، ربنا يخليك. مين بقى اصدقائك؟ انا بضيف على الصدق والثقه والاحترام. بضيف ان المفروض ان الاثنين اصدقاء يخافوا على مشاعر بعض. طبعا انا شايف الحته دي مهمه جدا. اكيد. أي، طبعا. وشايفه كمان حاجه تانية، انه لو اثنين اصدقاء بجد يعرفوا قبل ما يزعلوا على بعض يعرفوا يفرحوا لبعض. برافو عليك. طب انا عايز اسالك على حاجه يا استاذه حنان، هما الاصدقاء يتخانقوا ولا ما يتخانقوش؟ يتخانقوا، بس يكونوا يعني سرهم مع بعض، ما يكونش في خيانه في الحته دي. طبعا. يعني لما يتخانقوا مش معنى ان احنا اختلفنا فكل واحد يتكلم في حق التاني ويطلع اللي عنده بقى. يطلع اللي عنده بين، يعني بينهم ما بين بعض. لا، للغريب. اقصد للغريب، ما دام اتخانقنا اقعد اطلع في اسرار صديقي ده لبره واقول ده وده، وانت اوعى تفتكر انه كان حلو، ده انا كنت مخدوعه فيها، كلام بالشكل ده. دي مش دي امانه، اسرارنا. وانا مصره كمان على حته ان هم يفرحوا لبعض، لان في اصدقاء طبعًا مش بيعرفوا يفرحوا لبعض، فبتهيألي ان الحته دي ده مش معنى الصداقه. صح، عندك حق، عندك حق. شكرا. الصديق اللي بجد يفرح صديقه كانه نفسه، يعني كان انا اللي حصل عندي كده. بص، هو اختبار، يعني بقول لك انا شخصيا جربت ده للأمان، عشان كده حد يفرح لك، ان انت تفرح لحد، إن هو اللي قدامي بيفرح لي، انا ما اقدرش اقيسها. ما انت ممكن تقولي لي انا فرحت لك جدا، ده انا الدنيا مش، لا، انت بتشوفها. اصل انت ضربت مثل بناس بعيده عنك في بلاد ثانيه، فتلاقي حد كلمك عارف حاجه فيقول لك مبروك يا اسحاق فرحت لك. بصي بقى، لا، انا اقدر اقيسها على نفسي. هو انا لما بعرف ان صديقي ده حصل له حاجه خير، انا بفرح قد ايه؟ هو ده الميزان، مش هو بيفرح لقد ايه، هو بيفرح لقد ايه. انا ما اعرفهاش، ما يمكن اللي قدامي ده يعني ممثل شاطر، انا ما اعرف يعني. احنا بنحتاج الشعور المتبادل. اوكي، ما احنا بنحتاج وبنفرح بيه، فاهمة ازاي؟ بس درجة ان انت تصدقيه، ممكن تصدقيه بنسبة 99% ويطلع ال 1% ربما يشوبك. ايه؟ هو اللي صح. ربما تقصد يطلع ال 1% هو اللي صح؟ ربما اللي قدامك بيمثل. ربما. وفي ناس يعني حصلت لها خيانة مع الأصدقاء كانت أشد من خيانة الأزواج، يقول لك ده خانني. أنت عارف يعني إيه؟ يعني ما بتقولش كلمة خيانة دي غير ما بين الأزواج وما بين الأصدقاء على فكرة. تمام؟ فبتبقى صعبة قوي. لكن أقيسها على نفسي، هو أنا لما عرفت إن هو هيتجوز، لما عرفت ان هو اشترى حاجه كبيره، لما عرفت ان هو ربنا اداله، انا فرحت ازاي؟ هو ده المقياس. لو انا فرحت نص نص، لو انا فرحت عادي كاني زي اي حد، يبقى هو الحقيقه هو مش صديقي قوي. انا بالنسبه لي، انا بتكلم عن مشاعر الشخصيه، مش بتكلم عن مشاعر اللي قدامي. لكن لما فعلا
درجة الفرح تهزني من جوه وتغير طبيعتي اللي هو أنا يعني ما بعرفش أعمل الحاجات دي زي ما أنت تقولي ما بتعرفش تدمع ما بتعرفش ولقينا لا يبقى في حاجة أنت تقصد كده الترمومتر يبقى الترمومتر نفسي قبل ما أشوف غيري وحاسبه أنت بتفرح لي ما بتفرح ليش يبقى أنا بحس بإيه ناحية اللي بحبهم أو أصدقاء طيب يا أستاذ نادي لا انا ما قلتش صباح الفل ظلمني على طول كده استاذ نادي صباح الفل الله يخليك يا استاذ نادي انت محمل على المدام هبه ليه النهارده كده هو يعني حضرتك سمعتني انا بس ما سمعتش هبه يعني هو مش عاجبه اقول له ان احنا اصدقاء فبيشاور على النص الفاضي من الكنبه عاجبك كده بيقول لحضرتك كلامك مش عاجبني ايوه مش عاجبني قلت له ان الزوجه تاخد زوجها صديق طب هو ده صح ولا غلط يا استاذ نادي يعني في عين الصح يا ست الكل يعني في كده استاذ نادي صاحبته مراته يعني ومدام اصدقاء جدا 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 ايوه انا عارف القصه دي يا استاذ نادي حضرتك يا استاذ نادي استاذ نادي يعني انت بتحكي لها كل حاجه ما بتحطش حدود كانك بتحكي مع حد من صحابك بره أيوة. بجد بحكي لها اقوى من اصدقائي حقيقي بقى برافو وهي مخها كبير جدا 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 حتى لو قلت حاجه تزعل بتستوعبها بقول لك ايه يا عم نادي يعني بس يا عم نادي لو واحده عكستك كده في الشغل ولا حاجه بكلمتين هتروح تقول للمدام خلي بالك بيحصل ابيك كتير بص بس اسحاق جاي لا استني بس اسحاق جاي عم نادي بيقول لك بيحصل كتير بيعكسوه كتير ماشي يا عم بتعمل ايه بقى باجي اقول لها بامان طب بتعمل ايه هي بقى رد فعلها ايه؟ بتقول لي معلش وبتاع معلش ايه كان معلش؟ هي بتقول لي هعديها لك المره دي ايوه يعني تنزل المره يعني ما بتقعدش تسالك ايوه وانت كان رد فعلك ايه؟ طبعا مبسوط بالكلمتين دول والشغل بتاع الستات ده اكيد ربنا يبارك فيكم صباح الفل يا استاذ نادي وربنا يخليكم لبعض ويفرحكم يا رب انا بفرح باستاذ نادي عشان هو دايما يثني على زوجته ودي حاجه بجد دي حاجه بقت قليله وحاجه مش كتيره بس حاجه حلوه طبعا بيقول لك مخها كبير بتستوعب الكلام اللي انا بقوله حتى لو الكلام مش عاجبها انت بتضحك ليه دلوقتي لا هي مخها كبير تقول لك معلش يعني لا انا بضحك عليك انت عشان انت عمال تحطي مخها كبير وكذا وكذا طب مش الراجل قال كده وانا حاجه من عندي ينبغي ان كل السيدات الفضليات يبقى كلهم كده ايوه بس بتكلم على الغيره اللي بتعمل المشاكل يعني هو لو راح قال لها فلانه عكستني طب هقول لك على حاجه أيه. ونجاوبها في حلقه تاني هي في الغيره اللي تعمل مشاكل ولا من غير غيره تحصل مشاكل لا لازم يبقى في نسبه أيه. غيره ماشي لازم ما جاوبتي ليه ما كنا عملناها حلقه طب دي كلمه احنا هناخدها بقى في فقره ان شاء الله مش عاجبه اي حاجه اقول رايي مش عاجبه خلاص معلم نطلع فاصل ونتخانق في الفاصل ماشي فاصل ونرجع تاني ولسه معانا في الحلقه ان شاء الله فقرات تعجبكم جدا بسم الآب والابن والروح القدس الله واحد أمين آية اليوم من سفر زكريا أصحاح 10 وعدد 12 بتقول لنا وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب زكريا كان راجع من سبي من السبي بتاع بابل وجاي لأورشليم وفي كل قوته وذهنه وتفكيره بناء هيكل الرب كان الشعب اللي راجع من السبي كان محبط وكان يائس ولكن ربنا أعطى زكريا رؤى كثيرة تشجعه وتشجع الشعب بعدم الخوف وأنه سيبني هيكل الرب لكن الآية دي لما نيجي نتأمل فيها أقويهم بالرب يا سلام دي تعرفنا دي وعد لينا كلنا مش لزكريا بس ولا لشعب الله لكن دي بتعرفنا ان القوة هي مصدرها الاساسي هو الله مفيش انسان يعرف يعيش بقوة في هذا العالم وضد ابليس وجنوده الا اذا كان مصدر القوة بتاعه هو الله علمتنا الكنيسة ان احنا دايما بنصلي ونقول لربنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين
معلمنا داود النبي في مزمور 18 يقول أحبك يا رب يا قوتي. كان هو مصدر القوة لداود. يعني تلاقي لما يجيله أسد ودب وعايزين ياخدوا منه شاه ويروح هو يقتل، مين اللي عطاله القوة يقتل الدب والأسد؟ هي قوة من الله. بولس الرسول في كراسته يقول حاربت وحوش في أفسس، كم مرة يجلد وكم مرة يضرب وكم مرة يهان، لدرجة مرة ظنوه أنه مات وجروه خارج المدينة، لكن ومع ذلك كان ينال قوة من الله. الأباء الشهداء، تأمل كده في حياة أبائنا الشهداء، جات لهم منين القوة دي؟ أنهم يعترفون باسم الرب وهم عارفين أن الاعتراف ده هيموتهم وهيقطع رقابهم، لكنهم كان لهم قوة. سيد المسيح وعد الأباء الرسل اللي جالوا مبشرين بالكلمة وبشروا بالسيد المسيح في كل العالم، وقال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تنالون قوة من الروح القدس. بهذه القوة كانوا يجاهرون باسم المسيح، وكانوا مهما قبلهم من متاعب وألام وضرب وإهانات كانوا فرحين، لأنهم حسبوا مستهلين أن يهانوا من أجل اسم المسيح. إذن القوة مصدرها رب المجد. لكن في نقطة تاني بيقول فيسلكون باسمه، يعني باسم الرب. السلوك باسم الرب ده، اسم الرب قال لنا الكتاب المقدس اسم الرب برج حصين يركب إليه الصديق ويتمنى، يعني بينال مناعة ضد قوة إبليس، ضد أي خطية. هو ينال قوة، اسم الرب ده يخليك تنتصر في كل شيء. ولذلك الواحد فينا قبل ما بيبتدي يومه لازم يذكر اسم ربنا ويطلب من ربنا أن يكون معاه يحفظه ويرعاه. هذا ما حدث مع أبينا داود النبي. تأمل في أبينا داود النبي لما راح يقابل جليات الجبار. جليات جاي لابس النحاس اللي هو عشان اللبس العسكري بتاعه، وجليات قاعد يعير صفوف شعب الله 40 يوم ويقول لهم عايز راجل من عندكم ينزل يقاتلني ويحاربني، إن غلبني أصير نصير عبيد لكم، وإن غلبته وأنا إن غلبته تصيرون عبيدا. يجي داود راعي الغنم البسيط وينزل عشان يحارب جليات الجبار، لكن جليات قاعد يتريق على داود ويقول له وأنا كلب جايين بعصايا. شوف داود يقول له إيه، اليوم الرب يحبسك. شوف اتكاله على مين، على القوة الأساسية، الرب يحبسك في يدي، أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا أتيك باسم رب الجنود. مين اللي انتصر؟ القوة الجسدية والعتاد الحرب اللي كان معاه الترس والرمح؟ لا، انتصر اسم الرب، لأنه داخل متكل على ربنا. ولذلك كان دايما يقول لنا أبينا داود النبي اتكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. لما تيجي تدرس تلاقي مش معقول داود الصغير يغلب جليات، لكن اسم الرب هو اللي عطى نصرة، وده بيدينا احنا نصرة في كل أمور حياتنا، ونستطيع أن نهدف ونقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعني دايما كان اسم ربنا في فم داود. شوف يقول لك الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. اسم الرب ده حلو، يا ريت نردده دايما ونقول يا رب يا رب يا رب، ونطلب من ربنا اللي احنا عايزينه. يا رب باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسم الرب حلو، برج حصين. لما تقابلك اي مشكلة اي متاعب ادخل فيها باسم الرب، هتلاقي ربنا بيدبر لك كل امورك. اي طريق عايز تسير فيه مش هيتفتح الا باسم الرب وبرشمة صليب باسم علمتنا الكنيسة. كل صلواتنا نبتدي باسم ربنا، باسم الآب والابن والروح القدس، الله واحد أمين. فياريت نمشي على تعاليم كنيستنا. شوف بطرس ويوحنا كانوا طالعين إلى الهيكل عند باب الجميل، وبعدين عند باب الجميل لقوا رجل أعرج مقعد،
فنظر إليهم فبطرس قال له ليس لي فضة ولا ذهب عشان أعطيك إياه، لكن اللي عندي هديك منه. إيه اللي هتديه له يا معلمنا بطرس؟ فقال له اسم باسم ربنا يسوع المسيح قم. فقام وصار يمشي. يبقى كل نعمة إحنا بناخدها هي باسم الرب. أطلب دايما اسم ربنا وردد اسم ربنا، هتنال كل ما تريده. لإلهنا كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.